What you can do actually is to split your screen into halves. Okay, so بيبقى عندي هون أبتينا من ميلي وفي ارجع ادور انا ال PDF file من ميلي تبع ال instructions تاعوله and I'm gonna build my file slowly step by step. Okay, so كيف يخلق CSS file؟ هون هن طالبين منا to create an external CSS file شو اسمه؟ pacific.css مش هيك؟ so right click on it, new, simple file عادي. Okay, so ما برجع بخلق new web project. Okay, so بخلق just a simple file. حيكون موجود بقلب هيدا البروجكت تاعي homework 2 answer key. I'm gonna call it pacific.css. Okay, so بيطلع عندي فايل فاضي ما في بقلبه شيء. And then I should start creating these properties. So أول شيء عم بيقلنا بدنا global styles for the document. يعني لازم we have to associate them with the body element. Okay, لكل الدوكيمنت. بدنا نحط background color تكون full white and the text color يكون a certain graduation of gray and then a sans serif font family. So لكن هذا الشيء حنعرفه للبادي. Okay, نفتح البريسز. Background color لحاله بيعطيني الكود completion تعيدهم والحلو فيه انه بيصير بيقلك هني compatible مع اي versions من ال browsers. Okay, so اذا في اي واحدة عم تستعملها هي مثلا supported by let's say Chrome and Internet Explorer but not by Firefox بتصير تقدر تشوف هيدا هيدي الخبرية. Okay, وطبعا هون بالديتيلز تاعولك كانه عم بفرجيك الهلب تاع جافا كود عادي ايام زمان. هون بيقول لك مع اي versions exactly ابتداء من اي version من ال من البراوزرز هيدا الكود صار شغال. ماشي الحال زين الدين؟ Okay, so لكن I'm gonna pick up the background color. I'm gonna give it the 6F's value. Okay, هو كل الالوان موجودين مع بعضهم. لما يكون عندك full colors بيطلع الابيض actually. ايه بيطلع الابيض full colors. Yes, لما تدمج كل الالوان مع بعضها بيطلع معك طيف ال طيف ال طيف الضوء full light. ايه exactly هون بس it, they are just making sure انه background يكون بيضاء على اكيد. Okay, كمان yes. Okay, التكست color هي simply الcolor tag. Okay, it's the color property name and the value should be حسب ما هو قايل 6 sixes. Okay, what else كان بده الفونت فاميلي هون. Font family تكون فردانا بداية إذا ما لقاها سو ليك عم بقدر أنا نقيه من هون. Arial. Okay, و sans serif بنهاية المطاف knowing that إنه إذا ما لقى الاثنين سوا ليعطيك أي sans serif من عنده من ال من ال PC تاعه لل client. Okay, so هيك بنكون خلصنا أول نقطة عنا إياها. Okay, so عم بشتغلكم إياهم هيك لأنه عبالي ترجعوا ولو من اليوم للخميس ترجعوا تعيدوا تقريبا نفس الاكزرسايز بس على تيبل واحد بعد ما أعطيكم كابل أوف هنتس عليه. تيبل بتشوفوا كيف يكون كتير فقير مثل أول نهار اللايت هاوس بيسترو اللي عملتوه بأول هوم ورك. أوكي, هرجع أعطيكم كود تاعه ولكم بليز بدي يطلع ريزلتس تاعوله إن ذيس واي أور إن ذات واي. سو يو كان دو إت فروم لايك تو داي تل ثيرزداي. هيك بترجعوا بتتمرنوا كمان وانس أجين على السي إس إس ومفضل بركي على الأبتينا إتسلف. هيك بتصير يو جين إكسبيرينس ويز a new IDE. Okay, ماشي الحال. So تاني ستايل بدو يينا نحط له الهيدر سكشن اللي هي I think بالفايل انا بعثت لكم اياه رجعت بعثت لكم نيو سورس كود. اوكي, لانه لاحظت في كابل اوف ثينجز ما كانوا ظابطين انكلودينج انه الهيدر سكشن ما كانت اسوشيتد على ال H1. اوكي, فكان عم يطلع معكم الريزلت ان سلايتلي ديفرنت واي. اوكي, I was talking هلا من شوي حسيت في عالم صافني. سو هذا الهيدر سكشن ما كانت موجوده بالكود. اوكي, سقطت سهوا او اذا حتى كمان لاحظتوا كان هو اتس ان انسر كي ذات واز جيفن باي وان اوف ذا جود ستودنتس اوف لاست يير, فما كنت انا اللي متاكد منه 100%. يس, انا عم برجع احاول قلت لشوف على اوكي فمشان هيك انا لايك رجعت عدلت لكم اياه وهلا صار اف يو ريكليك اون ذا لينك بيرجع بيجيكم ذا نيو. يعني قلت اتليست للمراجعه وغيره سو يو كان يوز ذس فايل. So the header section
لازم نعطيها background color تكون zero 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 three three. So it's a light blue. Okay, لأنه ما في intensity إلا للبلو وبلو عم نعطيه 3 out of 15 so التلت تقريبا so مشان هيك حيكون kind of a light blue. Text color حيكون عنا إيه yes حنتبع طريقة جينيفر and then the font family is Georgia comma sans serif. اوكي سيمي كولن. شايفين هون كيف الكود كومبليشن شوي لذيذ اكثر. اوكي طبعا في عندك كل الفاسيلتيز تعول مثلا alt وبحمل انا سطر معين هلا عم خليه يكزر معي using the arrows up and down arrows. عندك الكود كومبليشن عندك اذا في عندك شي warnings بشي محل البروبلم فيو بتفرجيك اياها. اوكي انا كان مثلا كمان من ضمن الاشياء اللي كان موجودين errors بالانسر كي تاع مصطفى جابر كان في عنده هون السمول والاي كان موجودين بس الاي ما كانت مسكره مزبوط. اوكي سو اعطاني عليها دغري وورنينج فينا نجربها نحن نرجع نمحيها بايدنا. اوكي اف اي سيف اوتوماتيكلي اي ويل جيت ا وورنينج هير مثل لو كان انت عندك بالجافا مثلا خلق فاريبل بس مش مستعمله. اوكي مثل ما النت بينز والاكليبس يوجوالي هن بيشتغلوا سو هن مستفيدين يعني حبلش يصير عندكم شويه فاسيلتيز اكثر حتشوفوا هلا قريبا لما نرجع نبلش انا بعمل ترانزيشن هلا بعالم بوقت السي اس اس لانه بعدنا عم نعمل اشياء لذيذه هيني بس نروح على الجافا سكريبت تكون اوريدي متعودين عليه لانه بركي بنصير نشتغل معه it should be better than just notepad plus plus. اوكي جورجيا حسب هيدي الرسمي actually yeah it's serif yeah I totally agree so yeah so كن سقط سهوا عنده حنحطه هيك نحنا okay I totally agree so what else yeah حاطين هون any serif font so أنا اللي قريته غلط مش هو okay part number three h1 element h1 نعم اوكي ماذا هنالك سو هون بدنا نحن اللاين ويت يكون سوري اللاين هايت بدنا يكون ايكوال تو 100% اوكي وات ايلس نافيجيشن اليمنت وي وونتد تو بي بولد اوكي سو لكن بدنا الفونت ويت فونت ويت اوكي equal to bold. ملاحظين كيف في عندكم هون relative sizes. أول شيء في عندنا 100 to 100 and so on لحديت 900. Okay. تقريبا فيك تقول ال bold هو 300, the bolder هو 600, something like that. Okay. في عندك أنت normal, lighter than normal, خفيف بيجي كتير thin. Okay. Then bold and bolder. Okay, so هدول بيكونوا equivalent على هدول ال scales بين 100, 300, 600 and 900. Okay, بيكونوا هن ال corresponding values عطينهم أسماء. Okay, otherwise واحد فيه يروح بعد in details إنه بين 600 900 بين bold وال bolder أنا بقدر أعطي 700 or 800 تميز بيناتهم بس إنه ما بتخيل بقى بتصير كتير noticeable for the human eyes. Okay, ما حنقدر كتير نحسها صار في فرق. So the font weight should be bold. And we should give it this background color. Background color hash sign 90 C7 E3. Okay. طبعا هلا مجرد ما أنا عرفت كذا color إذا كتير بهمني إن شو يعني أحصل عليهم بقلب الدوكيمنت تاعي بغير محلات صار عندي ياهم هون موجودين بعمل كنترول سبيس بقدر أحصل عليهم عم بفرجيك كمان عنهم بريفيو مثل ما أنا كم لاحظ عم بفرجيك اللون تاعه so it's very actually pleasant to work in this way أحلى ما إنه نكون على العمياني عم نشتغلهم بالنوت باد وكل شوي مضطرين نحن نعمل ريفرش هلا طبعا honestly guys أنا لما اشتغلت تحت اشتغلت شو اسمه much slower than I'm doing now لأنه ليك شو بعمل كل ما عملت تغيير صغير بعمل right click على الفايل
اوكي وفي يقول له هون بالopen with اوكي open with the integrated web browser في بيجي web browser مع ال Eclipse اوكي سو هون بصير بيقدر بفرجيني live شو عم بيصير عندي انا it changes مفروض حاليا ما فرجيني ولا change معنى انا already تقريبا خلصت الشغل لاني بعد مش عامله link اوكي سو usually when you go to this part and you add the link element اوكي بقلب ال HTML file تاعك ساعتها بيصير هيدا الفايل ال HTML عن جد عم بيأشر على CSS file الموجود حده اوكي والا هلا they are completely separate like بعمل refresh قد ما بدي حيضلوا القديم اوكي so I'm gonna do it right now يعني I'm gonna jump a little bit بعدين برجع بكمل الفوقانيات بس لانه دائما محبذ انه بس تكون عم تعمل اي شيء programming ما تنتظر لتخلص كل شيء لتشوف الريزلت اوكي تماما لانه من اول وحده المفروض بلش تحس بالفرق بركي كنت انت مغلط بشيء بركي هلا حيكون انا مثلا مغلط باللينك بارت اوكي ساعتها لايك فرق تسود يعني isolate the problems so that you can solve them one by one it's much easier so حلو انا ريليشن بدي زيد لينك ريليشن هو ستايل شيت اوكي لاحظين كيف كود كومبليشن شغال كل الوقت معي it's much faster and the the h yeah مش مضطرين اذا كان html5 document you don't need to resize the type okay so i can give it the hyperlink reference right away وهون عم ببلش يبرم طالما it's a hyperlink reference to another file بلش يعطيني كل شيء في عندي هون فايلات موجودين okay كل شيء بيبقى يكون href طبعا هون لانه عم اعرف link with the relation style sheet اجبر يعطي css file okay اذا بعطي html document doesn't mean anything okay الطيب مثل ما انتم كنت عم تقولوا لي just in case كان واحد بده يعرفها كمان كان حيصير يعطيكم الديفولت تايبس المعروفين هن تاكس سلاش سي اس اس او تاكس سلاش جافا سكريبت اوكي اكيد سوري ما علمتكم عليه من قبل بس لانه كان بدي لحديت هلا اتليست تخلص ال HTML بارت كان بدي اياكم تشتغلوا بايدكم لانه HTML يعني عرفت حتى هون المفروض ما يغشك كثير انه تمشي بسرعه ومثل ما ملاحظ بدك تعرف انت انه في هذا الاتريبيوت يعني بدل في a big part that you have to do it yourself اوكي لانه بالامتحان on paper اوكي you have to write the code by yourself typically بكون اعطيك انا قبله exercises هالingredients اللي بيلزموك لتعمر النيو يعني تعمر الكود تاع الexercise number 5 يكون موجود بال3 وال4 typically okay except couple of tags او commands او functions فبدك كثير بدك تكون انت ذاكرهم عرفت ف لانه مش هدفي انك تحفظ ايه بس هدف بس لازم تكون ذاكر شيء قريب هلا باك جراوند داش كلر كتبتها ملاصقه بعدها باك جراوند كلر ما حطيت داش حطيت اندرسكور او سلايتلي حطيت بي بي سي كي جي دي كلر انه كله بيمرق مرق لما اتسنت بيج ديل بس انه يو شود ديفرينشيت فروم ذا كلر تاج يس يس ممكن كثير يكون في هذا الفايل هيك حيصير وكون شارح لك كيف هون شارح لك حدهم بالدوكيمنت اي لك كل وحده شو الكلر تاعها ملاحظ ما انا اللي عم بعطيك الاليمنتس اللي من عندي اوكي هلا اذا بدي اقول لك سنتر ذا بيج اند ليت ات بي ليت ذا كونتنت بي 80% اوف ذا هول بيج فيو او فيو بورت اوف ذا بيج سو هيدي بدك تعرفها لحالك شو لازم تعمل اوكي انه بدك مارجنز يكونوا اوتو تطلع سنترد وتقول له انه انا بدي اياها تكون width is equal to 80% اوكي انا هلا حنشتغل اليوم حصير تعرفه عرفت فتو سنتر سيبتن بيج هيدي سمثينج فيري ريكيرنت واليوم كنت حدق له وزمر له احكي فيه وهو شيء كثير مهم وهيك فانا حيرجع يمرق معك بالمتر يو ويل نو ات عرفت لانه هن هاد تو سي اس اس بروبرتيز مع بعضهم بيعطوك هيدي الخبريه سو كل شيء مهم كل شيء ريليفنت حنكون عم ناكد عليه بشكل انه انت عم تراجع اكيد حتمروا عليه وتتذكروا اوكي سو ليت مي ريفرش ذا بيج ناو لنشوف اوكي فرقت القصص صار عندي ال ال الهيدنج 1 اكزاكتلي مثل ما نحن تخيلنا هون عندي اللايت بلو عندي هون بولد كمان هيدي تغيرت صارت وذ رايت ستايل اند وي شود كونتينيو اور سي اس اس فايل لنشوف بعد النافيجيشن شو في عندنا بعد النافيجيشن في عندنا الاتش 2 اليمنت بده ايانا نعطيه a medium blue text color so color equal to 3399 cc
And then Georgia for any serif font. So font family Georgia or any serif font. Okay. DT element. هذا DT element مش هنحس بالفرق تاعه هون actually هنحس بالفرق تاعه بأي فايل. وين مستعملين الدي تي كانوا يا جماعة بالهومور؟ باليورتس.html. اوكي سو مشان هيك كمان لك حروح دور اليورتس مشان نبلش نشوف هلا بعد شوي الايفكت تاعه قبل وبعد. سو ام غانا اوبن ات وذ ذا ويب براوزر. مش عاطيني شيء مثل اول فايل، شو السبب؟ مش عاملين له انكلود 100%. سو اي دبل كليك اون ات لحتي ما افتحه از like just open sorry open it with the HTML editor وحنزيد له نفس التاج اللي كان عندي اياها هون بقلب index.html this same line هروح نزيدها ل yours. Okay I'm gonna refresh the page. صار بلش يطلع عندي هون something really nice. Okay so هنروح هلا هون على الدي تي نزيد لون انه بدنا اياه هون يكونوا dark blue. So the color is okay it's a light blue this one I agree yeah and then بدنا نحط لها bold font. So بدنا نحط لها نتأكد انه ال font weight is equal to bold. Okay. بعدين بدنا نزيد class اسمه resort ونحط له نفس هدول properties تقريبا. So I'm gonna copy this one here. So عندي نفس ال color بس بدل ما يكون ال font weight is bold حيكون في عندي انا font size is equal to 1.2 em. هون حنطبقها على class اسمه resort. كيف بكتب الكلاس اللي اسمها resort 100%؟ سو بنقول له dot resort let it be like that. Okay اخر شيء بدنا نعمل decoration للفوتر element تاعي. So حنقول له footer كمان هدول لانه بيعرفهم فبيعمل لي كود كومبليشن عليهم ابتنا. So حنقول له font size equal to 0.70 em and the font style should be italic. Okay, is it fine? طبعا التكست بده اياه centered. هيدي اخر new tag مش مرقه معنا قبل. It's the text align. We can say it should be centered. ملاحظين كيف كل اللي كنت عم بقول عنه من اول السنه we never include them in our HTML document ka formatting tags or attributes. We are going to delegate everything to mean to CSS. Everything related to formatting should be delegated to CSS. Okay, to have a nice and a fluffy HTML files. هلا still بيقولوا لك عن هيدا ال resort class اللي انت خلقته. Like إذا بعمل refresh هون ما بيصير في عندي شيء خطير بخصوص ال هيدا. Like الفوتر بين دغري عندي. هون the same thing. مفروض يكون الفوتر تغير. بس ستيل الريزورت منه مستعمل ريزورت كلاس. اوكي سو شو قايلين هون بال بهدول الانديكيشنز اللي هون عم بيقولوا لنا شيلوا البولد تاجز عن النافيجيشن اريا. اوكي لانه بطلت لازمه سو وي كان جو اند دو ات باي هاند. سو فينا نمحيهم. هلا طبعا في انا استعمل الكنترول اف. اوكي تقول له ريبليس ات وذ ناثينج. بصير بقول له لايك ريبليس find, replace and find, replace and find, replace and find, and that's it. Whether ارجع كمان اعمل replace لل slash b. Okay? So هذا الشيء recurrent ممكن كثير يسائب معك باكثر من محل بال بالدوكيمنت تاعك، تغير عقلك عن شيء تاج معينه او اسم كلاس تقول اه يا ريتني سميته هيك ما سميته هيك، سو ترجع تغير انت كل الدوكيمنت تاعك. طبعا هلا navigation bar كلها سوا في اعمل لها copy، في اعمل لها paste بقلب ال words مشان ما ارجع كمان اعمل Control F and replace. Okay.
So, طبعا هون مش هحس انا بالفرق لانه already CSS file انا بنوب عن البولد tag. Okay? So, صار في بقلبه font weight equal to bold. This is why we don't need them. بالعوده هون للفايل عم بيقول لي كمان we should find or spot the company name in the first paragraph below the heading 2 and we should configure a span that contains this text and associate the resort class to it. Okay? So, كيف how to proceed مين بيقدر يقول لي؟ شايفينكم مش عم تتابعوا معي عم اشتغل لحالي انا. So, part number 3 عم بيقول you have to spot the company name اللي هي Pacific Trace Resort after the heading 2 section اللي هي هون بعد هيدي. Yes. So, المفروض تكون هيدي هي البارت اللي هون. We spotted it. So, هلا بده ايانا نعمل لها span that contains هالتكست هيدا and we should assign to it the class اللي اسمه resort. Okay? الكلاس اللي اسمه resort اللي بس في حال كنتوا شاردين عرفناه هون وانه عنده specific color and specific font size. لا هو هون قال لي خلق الستايل فوق قال لي خلق ستايل وسميه يكون هو يكون السلكتر هو كلاس اسمه ريزورت اوكي فعرفته هون بس ما عمل افكت فعليا لانه ما كان حدا مستعمله يس نهار اللي تعمر ال HTML document ما كان في بالحسبان هيك كلاس اوكي سو اتس نورمال هذا كمان هذا الاكسرسايز عم فرجيك انه انت فيك بحق لك ترجع تغير بال HTML document تاعك اذا كنت حاط اشياء مانيولي بولد فيك تشيلهم تصير تحطهم اوتوميتد اذا كنت اخذ قرارات معينه فيك تراجع عنها اذا كان في شيء مثلا حابب تعطيه specific formatting هو جزء من paragraph so you can give it a specific span and so on and so forth اوكي سو مين بيقول لي شو لازم اعمل؟ قبل وبعد مش هيك؟ سو هون بعالم ابتنا لانه هو بيزيد لي منه لحاله بس اخلق هون لايك تاج سبان بيخلق لي الاوبننج والكلوزنج تاج اوكي فعملت انا اوريدي كنترول اكس لشلت الكود هلا كنترول في بيرجع بيقعد بقلبه اذروايز كنت مضطر اعمل ارجع اعلم السلاش سبان كات وحطها من قدامه اوكي سو از يو لايك بس هيك كان في يروح اسرع طبعا اذا بعمل ريفرش مش حيصير شيء بالحياه شو لازم اعمل بعد 100% اوكي سو بنقول له كلاس ايكوال تو resort okay ما بحط دوت resort please okay الدوت بنستعملها نحن بال CSS file لنقول له انه الكلاس اللي اسمه resort مش تاج اللي اسمه resort class style اللي اسمه resort نعمله هيك طيب انا لو كنت مثلا بس هيدا list item اللي هون بدي ميزه عن شيء ثاني شو بعمل ID بعطيه ID okay سو بين كل شيء فيه الايز طبعا كان فيه كمان اعمل له class بصير له li dot special element او special item وبعرفها اوكي ففي اسامه كنت اعطيها كلاس معين قول له بس هذا الكلاس اللي اسمه special لما يجي تحت ال li اعمل لي شيء معين اوكي بس انا ما عندي الا ال i وحده فتيبكلي كثير اولى انه يخطر على بالنا ال id instead of the class اوكي كمان فينا اذا هي لمره واحده فقط بس دائما مثل ما اتفقنا ابدا مش محبذ مشان يكون ال HTML document تاعو يكون بيور بقلبهم بس structure وهيك ويكون everything related to formatting in a CSS file when you change that file automatically you will get a new look and feel okay يعني بس هيك سوري اذا حدا اجى قال لك اذا حدا اجى قال لك يمكن المفروض يكون هيك تولز اصلا موجودين بالحياه يمكن فيك تعطي CSS files اذا انت واثق كل شيء formatting حاطه بال CSS files فيكم بكره يمكن انتم اذا عبالكم فيكم برمجوها نعطيه اياها ونقول له هيدي الخاصيه الموجوده بالبينت ولا بغير محلات سوفت وير تاعو للفوتو اديتنج ونقول له انفيرت كولرز مشان مثلا الفيجوالي امبيرد بيرسون اللي هن بيرتاحوا اكثر يكون الالوان تكون باك جراوند غامقه وعليها التكست والقصص بالابيض قدامه اذا بدك تعمل انفيرت للكولرز إيلون اكيد طريقه معينه يعني هن بده يكونوا الكولرز كلهم سيمتريك على 128 128 128 اوكي okay? فلتجيب to invert all the colors يعني الابيض يصير اسود والاسود يصير ابيض وكل ما بينهما ينعمل له inversion automatically كثير سهل لو انت ضامن لي انه كل شيء في styling وformatting حاطه بال CSS فوت بعمل لهم auto parsing بشي كود جافا سي اللي بدك اياه اوكي وكل ما بلاقي color بعمل لها inversion لا اوكي سو يعني بقلبها اوكي كل ما بلاقي color بعمل بجيب عكسها اوكي سو ليه قديش فيك تغير الثيم بسهوله انت يصير لما يكون كل شيء within your CSS external CSS files. So I'm going to give it an ID, سميها, I don't know, like special li, or special item.
هونيك شو بكتب بسي بي سي اس اس؟ يس هاش سبيشال ايتم لحاله عارف انه هذا شيء موجود. اوكي سو راح جاب لي من الاندكس دوت اتش ام ال. اوكي صار في يعطي اني ثينج في يقول ليتس سي مثلا فونت ليتس سي سايز يكون مره ونص العاده. اوكي سو هيك بيصير بيعطيني شوي اكبر. اوكي هذا الالاي تحديدا. سو ام غانا ريفرش ماي فايلز هير. سو اول شيء لاحظوا كيف هذا صار bigger than the others. طبعا كثير وحش. I totally agree. وفي عندي هيدي الكلمة كمان تغيرت منها لحالة out of nowhere. Okay. As for this file, nothing new. So بعده مثل ما هو. مين بيقول لي هون ليش استعملت الاسبان مش الديف؟ Perfect. Perfect. I love the spirit. ممتاز. بلال موافق معهم؟ Okay. واضحة بالنسبة لكم؟ Okay. اللي ما حكيوا يعني عمر موافق معهم ولا you have to watch the video of the last session. اوكي بتوافق معهم على الاكيد بصير نفس الشيء. يس اتمنى انك ما وقت تعود تطلع من الجو. اوكي سو هذه هيك بس كانت مراجعه صغيره ال1 بوينت بس مش ما يطلع كثير وحش شكله للفايل. اتس جود او حتى تعرفوا شو حروح شيلها انا تماما مشان ما تلخبطوا انتم عم تراجعوا بالامتحان. What do you think؟ معقولة تلخبطوا مش معقولة تلخبطوا؟ يا هخليها. اوكي سو حقيقة بالكمالي هون بيقلكم نفس الخبريات لليوردز دوت اتش ام ال انه لينك تو ذا فايل اند سو اون. بس بالاخير بيقلكم هون شغلة كثير مهمة بيقلكم يو شود سنتر يور دوكيمنت ات 80% اوف ذا ويث اوف ذا هول سكرين. فانتم عم تلاحظوا كيف ليك كانه مبلشين على الشفة. اوكي وهذا الشيء منه جاي بس من الدوكيمنت لانه مفتوح هون بقلب هذا البراوزر. حتى لو حاول انا اروح افتح هون وذ ذا سيستم اديتور. يس سو لاحظين كيف ليك كثير كبير. وعلى فكره لما يكون هيك السكرين تعيدكم يو هاف ا وايد سكرين يوجوالي اتس نوت بليزنت فور ذا اي لانه انت عم تقرا كثير صعب انك تقرا وتضلك ماشي على نفس الخط اوكي بس بعيونك. سو حتلاقي حالك عم تستعمل الماوس لتضلك متبع اوكي او تمشي باصبعك لتقدر تقرا. اوكي فذيس از واي ذي كرييت نايس سبيسز اون ذا ليفت يعني نايس مارجنز اون ذا رايت اند ذا ليفت. هيك بتصير بتقدر تقرا انت شورتر باراجرافز اند شورتر لاينز سو يو كان سبوت ذم much more easily. So how to do it actually كمان بس بال CSS فينا نروح على البادي دوك تاع الدوكيمنت تاعنا كله سوا نجي نقول له بدي انا تكون ال width is equal to 80% of the page. We can refresh our page. So automatically لاحظتوا كيف صغر البادي. اوكي حيصغر بالمحلين سوا except اذا بدي احط هلا التكست alignment center بصير مثل ما هون انت لاحظت الفوتر اجى هيك بالسنتر. اوكي text alignment بصير بخلي التكست كله سوا يجي يقعد بس يصير centered وبطل يكون left aligned او right aligned. في حين انه حقيقه right alignment لاحظ هون قديش هو nice right alignment انك تقدر تقرا هون يعني visually it's appealing انه يكون كل شيء يكون right sorry left aligned. اوكي واذا كنا عم نحكي عربي فيكون right aligned. So الحل انا بدي كل الصفحه تجي على النص. اوكي so actually the key here هي انك تقول له انت انه خلي المارجنز left والرايت يكونوا اوتو ما تعطيهم. كان فينا نعطيه specific margin وهو يكون مثلا let's say اذا بقول له انا بدي margin to on the left يكون is equal to I don't know like maybe 50 pixels. اوكي 100% سو لانه هي عرفت يعني انا قدرت تقريبا الفراغ الابيض حيتقسم بالنص. اوكي على 50 كان في يمكن اعطيه 100 بس هلا اذا بعمل ريفرش على الدوكيمنت من برا على شاشه كثير كبيره ال 50 بكسل مش حتكون شيء خطير. ليك طلع هون بعد في فراغ ابيض اكثر بكثير. سو شو الحل انا بدي على بالي اتفشها بس بدي اتفشها جاست ذا رايت اماونت طيب يطلع من هون ومن هون نفس الشيء. سو the auto value for the margin هي بتعني انه لايك take as much as you want from the left side and from the right side. Okay. المهم يطلع هو 80% من يطلع عنده هذا السايز هذا الويث. Okay. So هون حنروح نغير له the right margin. Okay. تكون اثنيناتهم auto. And hence إذا على سكرين صغيرة لك بيطلع perfectly centered. Okay. على سكرين كبيرة كمان the same way. Okay. Regardless قديش أنا عندي margins. هون مثلا بصغر
بيرجع بيضل عندي انا for instance. Okay, so لاحظوا كيف عم بيعمل عندي auto adaptation. عم بيضله هو centered. Okay, عم بيضله عندي هيدا nice space من هون هون. عندي 10% من هون 10% من هون فرق. لأنه أنا قايله بدي إياها تمتد بس على 80% of the screen size. Okay, so شايف مثل هيدي manipulation عملناها اليوم. فخلص إنه في حال كان عندك شيء بالامتحان عن CSS to center a certain part of the document أو the whole document, so it should be straightforward for you. Okay. هلا هو هون ناصح بدال بالاكسرسايز, honestly مش ناصح انه تنحط على البادي, ناصح انه تحط كل الكونتنت تاع البادي, so to englobe your whole body content within a specific div element having the id wrapper, okay, that wraps or contains the whole code of your body section. هذا الشيء بينعمل, it's not a big deal. يعني كان فينا نحن هون بدال ما نحط البروبرتي على البادي اني انا اجي actually من هون جوات البادي حط one tag اسمه like wrapper, sorry, div with the id equal to wrapper, okay, وبرجع slash div بسكرها باخر الدوكيمنت actually بعد الفوتر, okay, so قبل ما يخلص البادي بصير هذا englobing لكل شيء وبعطي انا هذول properties لقلو. يعني في اجي انا لهون hash sign wrapper بقول له please اعطيني هدول ال properties اللي هون, بشيلهم من البادي بحطهم عند الرابر. اوكي هلا I will get exactly the same effect طبعا بال yes وحقيقه هون حيصير في عندي مشكل وين باليورتس, لانه اليورتس ما عنده هيدا الديف. اوكي سو اي also have to reproduce the same div يكون عنده نفس الاي دي, تلاقي مسموح بلاك إيه لانه they are two different files. ففيك تعطي the same IDs بس into different files. كل ما تكون عم تعرض فايل منهم HTML فايل منهم بصير هذا الـ ID هو بيكتسب الحلة اللي انت ذكرها بالـ CSS. اوكي بس بيضله هو it's a unique element اللي هو the wrapper of the whole document something like that. اوكي so sorry انا اليوم صوتي مش عارف شو بيه. Ctrl V and then slash div. Okay, so هلا مفروض يصير the URLs page كمان تطلع in the same way. Okay, is it fine? So هيك أنا حأترك هاي دي هون, معناه فجأتكن إياها أول شيء على البادي, so you know إنه it's feasible on both of them. بس حأتركها طالما كنا عبالنا نترك شيء عندكن هون علامة فارقة إنه يكون إنه لك يكون بال CSS في شيء خاصه بال IDs. Okay, وما يكون مصطنع. Okay. سوري yes. اذا كان عندك هو هذا الاليمنت ريماركبل لايك يو ار انترستد ان دوينج سمثينج فور ات اوكي فورماتنج ولا كودينج وايز مثل ما حنشوف هلا قريبا. اوكي يس 100% 100% اوكي سو از ات فاين لحديث هلا ماشي الحال بكل هدول المسائل. طيب ليكو اونستلي ال مش حنخلص, يعني مثل ما قلت لكم هلا في حيكون كود صغير تجربوه سي اس اس, جربوا انتم تعملوه من هون للخميس وما عاد ذاكر انا وين حطه عندي هلا برمكم عليه بشوف لكم اياه. سو اتس اي ثينك اتس كايند اوف اي تيبل ات شود بي here. Okay, so في عندكم menu اللي انتم عملتوها باول homework, بتشوف بس ترجع انت تشتغل فيها بالسي اس اس بتلاقي صار عندك a very nice table. Okay, بس بستيب نمبر 1 حيكون شوي مصطنع على السي اس اس اللي عم يخلي لك كل row يطلع بالرمادي. Okay, بين اللاينز yes بحق لك. Okay, and you have actually the menu3.html بنكون عاملين تقريبا فيها نفس الشيء بس الهيدر عاملينه كمان with the same color of the border. Okay, هون قايل له every one line over two for all the even lines actually رقم 0 والرقم 1
سوري رقمه 0 رقمه 2 and so on خليهم يطلعوا عندك بال with a certain background مشان تقدر تميزهم عن بعضهم البعض. هون كون عاملينهم manually actually كون قايلين لهم عاطينهم مثل class وعاطين هذا اللاين عند specific class هذا اللاين عند specific class. اوكي سو بهذا الفيرجن مش بس التيبل تي هاد سميناها مش بس التي هاد طلع لها كمان باك جراوند هيك مرتبه حتى هودي صاروا ينعملوا as the th or the td اللي هن actually sorry the trs اللي هن the nth element. اوكي فلا تقدروا تعرفوا شو هي التاج اللي بدكم تستعملوها او السلكتر اللي كنت تستعملوه you have to google مثل ما عملنا نحن المره الماضيه html pseudo class. اوكي وتروحوا تبرموا على لا مع النقطتين two dots actually مثل هون عندك pseudo class اللي اسمه link اللي اسمه visited and so on and so forth. نحن هنصير نجي نقول له مثلا على tr. اوكي خلينا بس ننزل نشوف ال possible selectors. اوكي ولا مثلا فينا نجي نقول له tr first of type يعني اول tr بتجي عندي اللي هي the table row of the head. اوكي الموجود بقلب ال t head في قول له اعطيها background تكون هيدي الباكجراوند الكحليه. اوكي اللي شفناها من شوي and for the nth child so في عندك كمان last child فيك تشوفه في عندك nth child okay of a certain type تقول له بدي اعمل فيه شيء معين مثلا هون ليك في عندك nth child اللي وبتعطيه بين parentheses اي element فيهم. اوكي طب نحن مشان ما نقول له الاول والثاني والثالث و و و نتعذب فيهم كان فينا نقول لهم بين parentheses actually اذا هن even or odd. اوكي so all pseudo elements sorry yes بالnth child فينا نكتب كلمة هون even okay أو odd بيصير every even child بيعمل لك إياه بطريقة معينة every odd child بيعمل لك إياه بطريقة معينة هذا الشيء بيصير بيخلي إنه ال rows كل row على اثنين عم بيطلع لك أنت specific background. okay حيكون فيه شغل شوي صغيرة على البوردر في عندك border spacing في عندك البوردر itself البوردر البوردر هون حاطينه انه is equal to none. اوكي بس تحط انه border is equal to none بصير بينشال بينما بتحط له انت للتيبل as a whole بتحط له border. اوكي فبتصير ال property اللي انت حاطتها جوا لكل ال TDs. اوكي يعني كل table data كل cell حاطت له انت actually border style none. اوكي لك اذا بشيلها بيرجع ببين border style. اوكي فبحط لها border style none بصير بتختفى منه من جوا. اوكي اما التيبل ككل فاكتشلي يس انت حاطط له border هو 5 pixel and solid لو انا بشيله لهذا البوردر بصير اكشلي بيختفى. اوكي المارجن اوتو مثلا هن اللي مخلين التيبل يطلع بالنص. اوكي يعني بدل ما اقول له margin bottom margin left margin كذا سو اقول له بس مارجن على الحل اوتو بصير بيعطي يعني بيوزع الافيلبل سبيس بين كل الجهات لانه ما في غيره بقلب الصفحه. الالمنت اللي هون هلا كل هدول الديتيلز بحط لكم اياهم هون على السكرين شوت ببعثي هذا السكرين شوت بحاول اعطي كابل اوف هنتس عليهم لهدول البروبرتيز تضطروكم تطلعوا على السي اس اس ويب سايت على دبليو 3 سي سكولز تنكوشون جيبون وتشوفوا كيف فيكم تنتقلوا وانس اجين من هذا التيبل لحيت التابل. اوكي meanwhile فينا نبلش ولو very slightly اليوم نبلش our first JavaScript code. اوكي لا 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 ماشي هيك بس حش بعرف بده ثردي بعرف انا صرت باخر الحصه بس هيك to شو اسمه مثل كان عم بعمل تيزر actually للجافاسكريبت. So JavaScript guys هو عبارة عن client side code. okay ما بعرف شو في كودات ممكن تخطر على بالي yes مثل هيدا اللي هون شايفين مثلا منهم لحالهم كل شوي بيرجع بيعرض لي صورة مختلفة. okay طبعا في كمان انا اعمل كليك على هيدي الدويرة بصير بيعطيني مثلا اذا عندي سلايد شو عندي مثل هيدي الانيميشن اي كليك
بيعمل لي بغير لهم الاكس والاكس تاعيتهم اكشلي، بغير الاكس للايمج بصير بتتغير، وفي ديف فوقها مشان هيك بصير تختفى اكشلي بطل تبين عليك، مع انه هي بعدها موجوده. اذا بفتح الدوكيمنت ستراكشر بلاقيها موجوده از ان element، بس هي سمبلي اتس نوت فيزبل. اوكي، اي شيء ثاني كمان بيصير عندك هون از انتر اكشنز. ليتس سي مثلا يمكن اذا بفوس سبورت يمكن حتاخذني على لينك، فلاحظ كيف هلا هيدي مثلا فقست عليها ما تغيرت الصفحه مزبوط، ما عمل ريفرش، بس بفوز على سبورت حيبلش من هون يعمل لي لودينج، وهلا عم يجيب لي اكيد انذر بيج. اوكي، سو هيدي بتعمل، هيدي بدها كود بي اتش بي او اي اس بي او اللي بدك اياه. اوكي، بدها كود يروح يكون موجود على السيرفر تيبعث لك ذا نيو ريزلتس. اوكي، اكيد طبعا ات جوز وذاوت سينج كمان السيرش، unless اذا انا بعمل سيرش بقلب الفايل بحد ذاته ممكن يكون يجيني ان ريل تايم. اذا بكتب اي شيء اوكي ليتس سي بي اتش بي، اوكي سو هيدا لايك شو راح عمل كويري، راح عمل ريكوست عند السيرفر وجاب لي صفحه جديده تماما. بينما انا قاعد هون بقلب هذه الصفحه لو كان في عندي سيفر ديفرنت ريزلتس كان في افقص على كلمه ويب سايت كان فرجاني هيدي التاب. عملت شيء ريفرش لكل البيج؟ لا، بعدني انا وين بارضي. في افقص على كلمه بلوك كان بيعطيني سمثينج ديفرنت، سو يمكن مشان هيك اتس نوت كول بركي سي اس اس. اوكي كمان غريب مش عم بيعطينا شيء. اوكي، بس اللي هلا انا عم بخلي لي شيء يتعلم بالابيض، اعتبره خدعه بصريه انه ما في عندك كونتنت عم يتغير، بس عندي كلمه بلوج بفقص على كلمه سبورت بتصير هي بالابيض، الباقيين بيصيروا بالرمادي اند سو اون. سو هون في شيء عم بيصير بهاند ذا سينز مزبوط. سو ذير از ا كود ذات از بينج اكزكيوتد، لانه منه سي اس اس بروبرتي ثابته انه الباك جراوند بيضاء ولا رماديه، عم تتغير السي اس اس بروبرتي بيست على الكليك. من شوي كان عم يتغير البوزيشن تاع ايتم معين، اوكي ممكن يكون هيدن يصير فيزبل اند فايس فيرسا. سو اي شيء انت بدك اياه دايناميك انتراكشن وذ ذا يوزر، بس ذات شود بي دان اون ذا سبوت وذاوت كونسلتنج ذا سيرفر، لازم يكون تعمله يوزنج جافا سكريبت. سو حاول اخذ بعد يمكن يات انذر اكزامبل بركي هون، لك اذا بزور شي صفحه بدها مني لوج ان، ميبي لايك اي دونت نو لايك اب ذس وان. سو هون حامل لوج اوت. قبل اللوج اوت اكشلي في ليك كان في مثلا اعمل اخذ هيدي، في عندي هون بلوكس في غير لهم محلاتهم. اوكي، لاحظ ما عمل لي ريفرش للصفحه كلها سوا، ملاحظين؟ اوكي، سو غير لي اشياء وين لوكالي، واللي عمل لي مثل كايند اوف انيميشن، حطت لي هلا ريكتانجل ماشي معي مع الماوس تاعيتي. اوكي، وبيفرجيني هون في شيء عم يتغير محله عم ينط. اوكي، هن حقيقه عباره عن ديفز عندهم كثير مارجنز بين بعضهم البعض لحتى لما طالع فيها نايس سبيس بيناتهم. اوكي، سبيس طالع برمادي، وعندي هيدي البطن مجرد ما انا كان في ماوس هوفر، باي ذا واي لك طلع بعد في اون ماوس هوفر عليهم عم بيتغير شكلها للماوس مزبوط، عم بيطلع لي حتى تول تيب كمان اون كليك عليها بصير عم بلش يلعب هذا السيناريو تاع الدراج اند دروب. اوكي، طبعا هذا شيء من الاشياء اللي كثير كومبلكس نوعا ما بالجافا سكريبت لتعملها، بس فور سمبل كليكس يمكن جاست كليكينج اون ذيس ايتم تعطيني هيدي المنيو، ليك طلع ما عمل ريفرش لكل البيج وهن موجودين. اذا بفتح هلا الايتمز الاليمنتس موجودين الدوم دوكيمنت اوبجكت موديل، سو موجودين هن هودي، بس هن سمبلي كانوا مخفيين. اون كليك على هيدي في حدا قال له خلي يصير هيدي المنيو فيزبل، هذا الديف يصير فيزبل كمان اون ماوس هوفر عليهم، لايك عم بغير الباك جراوند تاعيتهم ليحسسني انه انا هلا انه ام كليكينج اون ذس وان اور ذات وان. اوكي، كل هدول هن جافا سكريبت. يس، اوكي شايف كل هدول هن جايين جافا سكريبت حقيقه اذا بتطلع مزبوط عم تقول واو كثير. ايه، وكثير مستعمل بكثير، يعني 90 يعني في 90% من الانتراكشن اللي عم تصير مع الويب سايت بتصير يوزنج جافا سكريبت وذاوت كويتينج ذا كرنت بيج اللي انت عندك اياها. اوكي، سو كيف بدنا نقرب هيك خطوه منه للجافا سكريبت؟ اول شغله لازم تعرفها وين بتحط الكود تاعك تاع الجافا سكريبت. يعني سي اس اس فهمنا، في اكتبه ان لاين مع التاج، في استعمل اتريبيوت يعطيني سي اس اس بروبرتي، في احطه انا امبيدد جوات الفايل، وفي احطه اكسترنال. هونيك حلاوتها مشان تصير تقدر تستعمله مثل ما شفت هون باكثر من فايل. اوكي، الجافا سكريبت ذا سيم كونسبت، بس اكسبت انه انت ما له معنى تحطه بجوات تاج معينه، فيك تحطه حد اي تاج بدك اياها جوات البادي، فيك تكتبه جوات البادي محل ما انت بدك،
بس هون بصير guys بصير preferable إنه يكون yes آخر شيء بقلب الفايل 100% مشان لما عملها loading للصفحة ما لأنه الكود اللي جافا سكريبت is interpreted by the browser automatically فمشان ما ياخد معي يصير وقت ليعمل له interpretation ويفهم شو هذا الكود الموجود ويحجز variables and so on ما حابب يكون آخر شيء بيكون هيك عرض لك كل شيء في images وكل شيء في text بعدين ببلش يعمل له loading للجافا سكريبت طبعا بعمل له like I mention it أو I can include it للجافا سكريبت كود بعدني كتاب بقول شو وقت البادي في يحطه بفتح سكريبت تاج بسكره بكتب الكود اللي بدي اياه اوكي otherwise I could also include it like at any other place جوات البادي بس preferably at the end of the body اوكي otherwise yes otherwise فينا انا احطه كمان فوق هون بقلب الهيد سكشن اوكي بس حتى هون محبذ انه ما ينكتب هيك بصير actually visible محل ما انت بدك بالدوكيمنت تاعك اكيد بس اكثر من هيك محبذ انه انا اعطيه hyperlink reference للسكريبت تاعي وصير حطه as an external file okay in this case I can include it in as many HTML documents as I want okay so حنشوف كذا version يمكن هلا اول وحده حنستعمل نحن السكريبت جوات جوات البادي okay حنقول له type equal application javascript okay او كمان في استعمل انا text javascript العادي And then within the script tag, I can write whatever I want. Okay. So for instance, دغري بيخطر على بالك أنت طب شو هو الهلو وورد بروجرام بعالم JavaScript. Okay. So فينا نحن لتعمل output في كذا طريقة. فيك تعمل output بقلب الدوكيمنت itself. يعني أنا هون عم بفتح هذا ال HTML document. في اللي open with the system editor. هيفتح لي إياه مع الكروم. في اللي هون بقلب الدوكيمنت تاعي دوت رايت whatever message hello world بصير بيطلع عندي هون بقلب الدوكيمنت تاعي the hello world message اوكي okay? otherwise ما انه محبس طبعا هذا الشيء كثير لانه اذا انت عبالك تعرض شيء لك حتكون انت as a developer كانك بس عبالك تعرضه بالكونسول somehow اوكي okay? بالCMD اوكي okay? اذا في عندك شيء debugger interface تعرض فيه messages انه x is equal to 1 هلا x صارت 2 هلا x صارت null فانه عم تعمل debug عم تشوف انت شو عم بيصير معك it's preferred not to display it within the page itself لانه ممكن لتعرضها بحد ذاتها at several different moments حتصير يمكن تنعرض الاكس فوق هون وهون ما بيناسبك هذا الحديث اوكي رقم واحد رقم اثنين يمكن تصير تخلل لك بامن ال HTML file document itself that حتصير تخل بال position of all the items لانه عم زيد item جديد اسمه x او عم زيد new HTML element او line اوكي فما كتير بيناسبني انه انا بدي اشوف ال HTML page pure مثل ما هي بتطلع بالعاده عند الكلاينت without any display So this is why it's preferred to use instead of using document.write حنجرب نحن بركي الاثنين سوا document.write او سوري يا كويندو كيف مش اخذها لايك document. بعدني عم جربه بالجافا سكريبت شوف شو وضعه بالحياة اذا اوكي ولا لا dot write hello so let us refresh our page okay so انعرضت عندي الهلو بس اعتبرت شو بارت لحالها شفت كيف بلشت تنزعلي صفحة تاعيتي this is why I want to use this style okay في عنا style تماما مختلف بكرة في يجيب انا مثلا مثل هيدي اللي هون البارت اللي هون عطيتها ID خاص فيها بركي انا عبالي هيدا تاني element يكون اذا الدنيا صيفية قلن and you can swim at our swimming pool اذا كنت الدنيا شتوي and you can do ski 3 minutes away from the resort okay So بركي انا هيدا عبالي تطلع هالبارت dynamically So بدي استعمل something like document.write مزبوط بدي اكتب شي بالdocument يطلع من صلب الdocument بس هون بصير في استعمل انا في يجيب هيدا element by ID روح جيب له الID تاعيته وقل له خلي ال inner HTML تاعه يكون equal to الجملة اللي بدي إياها، okay؟ so فيك تعمل الصفحة تاعتك تغير بين الصبح وبالليل بين الصيف والشتاء بين حسب الفصول حسب الشهور حسب اللي بدك إياه حسب مين هلا عامل login and so on and so forth، okay؟ so نادرا ما نستعمل document.write actually rather we use console.log إذا عملنا نعمل عن جد the equivalent of the hello world program اللي عنا إياه، so منقول له console غريب مش عم يعطيني
completion انك تفكر واحسن من هيك. So يمكن بكره اجيب لكم معي editor ثالث يكون احسن للجافا سكريبت. سوري دوت لا typically كمان لما تكتب هون غير ما تكتب بقلب فايل جافا سكريبت على جنب لحاله. اوكي سو ممكن ما يكون عم يعمل كودكم بس هو لهو فهمان علي ليك لما يعطيني array boolean date كذا json math سو فهمان علي بس عم يعطيني بس الداتا تايبس الموجودين عن جافا سكريبت سو فهمان انه I'm doing جافا سكريبت here. I'm not sure ليش مش عم يعطيني console.log. So console.log هون فيك تكتب الهلو we are the web dev students. اوكي بس مشان نتأكد انه هيدا المسج هي تعيتنا نحن. اوكي so refresh هلا حتبطل الهلو بتطلع هون بس المسج اللي شفناه اللي كتبناها من شوي مش عم تطلع عنا. اوكي سو برايكم وين المفروض نروح لاقيها؟ بالكونسول بالانسبكت للالمنت 100%. لكن بدي اروح على الديفلوبر فيو او حيت لكم فيها انه انا بكون ديفلوبر كون على بالي اعرض شيء انه هون صار هيك هلا في هيدي الباج الفاريبل الفلاني هيدي الفاليو تاعته and so on. So it's preferred to use the console and in this case F12 بتخليني اروح على الكونسول تاعيتي. اوكي اكيد اكيد شور كلهم واصلين لهم. انا عم بحاول اشوف بس كيف لايك بيسك وين بحط الكود الجافا سكريبت وقلت لي افرجيكم اول كابل اوف اكزامبلز ام يوزينج فيري دمب اكزامبلز. مثلا ليك هون الكونسول اي كان كليك اون ات وفي شوف شو عم بيصير عندي. ليك طلع لي هلو وي ار ذا ويب ديف ستودنتس بقلب الاندكس الشمال لاين نمبر 11. اوكي اند ويتش از اذا بشوف هون على الابتين لاين نمبر 11 اتس 100% ذا رايت بليس. اوكي طيب في طريقه ثالثه بعد كمان بس كمان انتروزيف بالعاده مفروض تستعملها very wisely مش مفروض تستعملها تعمل debug او اي شيء من هذا النوع. بس هي ثالث طريقه لتعمل output فيها بالجافا سكريبت once again لانه الانفايرمنت شوي مختلف. اوكي هلا اكتشفنا في الكونسول هيدي اللي حنستعملها عن جد. اوكي بس من الطرق اللي مش كثير ناجحه هي انا روح اقول له actually alert. اوكي واعطي مسج معينه يس سو قول له hello this is an annoying message. Okay and that actually مش بس annoying بيكون كمان that in fact حتى بتنقذ اليوزر بالعاده 100% 100%. So بس اعمل ريفرش هلا هون للدوكيمنت تاعي حسيطلع لي hello this is an annoying message بعد ما يكون عرض لي هيدي الخبريه ولاحظ كيف بعده ما عم بيكمل loading. لا لا قال له اوكي لا لا 100% لحديت معي. اوكي ليك unless it's absolutely required انه انت مثلا تقول له actually شافني مثلا لقد انتقلنا الى مثلا www.another address. اوكي او like a really a very important message. اوكي مثلا let's say انت مستعمل جافا سكريبت قد ما بدك بالحياه. اوكي مستعمل جافا سكريبت كثير كثير advanced jQuery وغيرهم بس they are not supported by the web browser تاع الزلمه يعني بعده عم يستعمل انترنت اكسبلورر 6 اللي بيشتغل على الفيستا. اوكي 90% من الفيتشرز تاع الاتش ام ال 5 وسي اس اس 3 وهيك مش منهم سبورتد. سو دغري فيك تكتب ما هو لازم ينقذ اليوزر تقول له بك please note that you are using internet explorer 6 are you still living in a cave or what so do you want to migrate to. اوكي تحط له لينك and the user can migrate to the newer browser version. اوكي سو هاو ده هيك اني ثلاث طرق حكينا عنهم سريعا. المره الجايه اكيد on Wednesday بنكمل شرح بقى على جافا سكريبت. مش حيكون هذا اخر شيء نشوفه عن السي اس اس اكيد لا بس هيك بنكون عم يعني الماتيريال اللي بدنا نهضمها ناخذ وقت لنهضمها قبل الميد تيرم يكون معنا وقت عليها وبالريفيجن بارت اصلا بالاكسرسايز تاعو الجافا سكريبت يمكن يكون اون كليك بدي غير له مثل ما شفتوا من شوي الباك جراوند تاعيته او بدي غير له البوردر تاعيته او اعمل له فيهم شيء. سو هيك حتصيروا تتعلموا اذر سي اس اس سكريبتس يمكن سي اس اس بروبرتيز اند اتش ام ال تاجز وايل ستيل ليرنينج جافا سكريبت. اوكي ثانك يو جايز.